أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من المشهد التي نخصصها لقراءة المشهد في قطاع غزة بعد التطورات الأخيرة في الأيام الماضية. تصعيد خطير حدث في القطاع وهزيمة سياسية كبيرة لإسرائيل. في الواقع صباح اليوم كان هناك هدوء حذر بيسود قطاع غزة بعد التهدئة التي تمت بين فصائل المقاومة الفلسطينية وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد وساطة مصرية مقدرة على حد وصف الجانب الفلسطيني، أدى إلى التوصل في النهاية إلى تهدئة بين الطرفين، ولكن يبدو أن إسرائيل لا ترغب في هذه التهدئة سواء على مستوى الشارع أو على المستوى السياسي. على مستوى الشارع هناك تظاهرات عديدة في الشارع الإسرائيلي، خاصة في المناطق التي تقع بالقرب من قطاع غزة، اعتراضا على وقف إطلاق النار، يريدون استكمال ضرب حماس. وفي الشارع من الناحية السياسية نتابع منذ الصباح إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أبيغار ليبرمان استقالته اعتراضا على وقف إطلاق النار، وطلب أيضا بانتخابات مبكرة. ما موقف هذه الاستقالة؟ هل هو بالفعل اعتراض وهناك خلاف داخل الحكومة الإسرائيلية، أم هي محاولة للالتفاف حول يعني غضب الشارع الإسرائيلي اعتراضا على التهدئة بين الطرفين؟ وما هو الوضع الميداني في قطاع غزة والوضع السياسي بعد صعود كبير للمقاومة الفلسطينية وظهور مقدراتها بشكل أكبر في الميدان؟ أسئلة عديدة نطرحها في هذه الحلقة اليوم على ضيفنا الكريم الدكتور سعد الزنط، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال. مساء الخير دكتور سعد. أهلا بحضرتك. اسمح لنا قبل أن نبدأ الحوار نتابع تقرير حول المشهد في قطاع غزة ثم نبدأ حوارنا، نتابع. حلقة جديدة في سلسلة التصعيد المستمر والمواجهات بين إسرائيل وقطاع غزة. هذه المرة اندلعت دوامة العنف بعد ظهر الاثنين بعدما أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في شظايا صاروخ مضاد للدروع أطلق من قطاع غزة على حافلة إسرائيلية. وبعد إطلاق هذا الصاروخ الذي تبنته كتائب القسام، بدأ الجيش الإسرائيلي الذي لم يؤكد أن الحافلة كانت تقل جنودا في قصف غزة، بينما أطلق الفلسطينيون الصواريخ. تعد هذه أسوأ موجة عنف عبر الحدود منذ حرب عام 2014، وهي الثالثة بين إسرائيل وحماس خلال 10 سنوات. وقد انتهت مساء أمس جولة التصعيد بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي التي دامت نحو يومين، إلى أن أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة التوصل إلى تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدة أنها ستلتزم بهذا الإعلان طالما التزم به الاحتلال الإسرائيلي. كان مجلس الأمن الدولي فشل الليلة الماضية في التوصل لقرار حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وأثار التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين ردود فعل مختلفة على جميع الأصعدة، خاصة في الداخل الإسرائيلي سواء على المستوى السياسي أو الشعبي، حيث عرض القرار عدد من كبار المسؤولين في الحكومة أبرزهم وزير الدفاع إيفيغدور ليبرمان الذي قدم استقالته احتجاجا على هذا الاتفاق. وشهدت الشوارع مظاهرات احتجاجية في التجمعات السكانية المحيطة بالقطاع على وقف إطلاق النار، وحيث يرى الصقور في المجتمع الإسرائيلي ضرورة توجيه ضربة قاسمة لحماس لوقف تهديد إطلاق الصواريخ. أما على الجانب الفلسطيني فتم الإعلان عن استمرار مسيرات العودة يوم الجمعة والتجديد على سلميتها وعدم علاقتها باتفاق وقف إطلاق النار. المشهد إذن ما يزال هشاً وقابل للانفجار في أي وقت تحت وطأة الضغوط الداخلية، وذلك رغم الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الهدنة والبناء عليها.
إذن هو وضع غير مستقر قابل للانفجار في أي وقت. دعونا مشاهدينا نطرح أسئلتنا على ضيفنا في حلقة اليوم من المشهد، دكتور سعد الزانت رئيس مركز الاتصال أخلاقيات الاتصال والدراسات الاستراتيجية. دكتور سعد، أبدأ آخر تطورات وإعلان ليبرمان استقالته، هل توافق بالفعل أن هذه الاستقالة هي رفض لهذه التهدئة أم هي محاولة للالتفاف حول هذه التهدئة أمام الشارع الإسرائيلي؟ شوف، هي لها جانبين، جانب على الأرض وجانب آخر سياسي خفي. جانب على الأرض في خلاف أصلا بين التوجه أو رؤية ليبرمان عن رئيس الوزراء نتنياهو في التعامل مع مثل هذه الأزمات. ليبرمان شايف أن كان لازم يبقى فيه تصعيد عسكري وتكثيف في الضرب ضرب غزة. نتنياهو كرجل نقدر نقول تجاوزا رجل دولة، فاهم أن ده هيؤثر على القادم، لأن المرحلة اللي جاية لازم نربط الكلام ده أو التوجه نتنياهو اللي بتتداول وكالات الأنباء، أن في عندك في ديسمبر أو أقصها يناير في صفقة هتتعمل أو خريطة التسوية هتتعمل في المنطقة. فربما أنه شايف أن هذه الصفقة بالنسبة له رابحة جدا، فلا يريد إفساد هذه الطبقة أو هذه الصفقة. ليبرمان عمل خطيئة أخرى الحقيقة في أثناء وجود نتنياهو في فرنسا، وكان في فرنسا وقطع أجازته، أنه أدخل في نهاية العمليات مجموعة من المستعربين. حصل تعامل عليهم داخل غزة، ودي بتعتبر خطيئة في مجال الأمن العسكري. نفهم المعلومة دي من حضرتك، المستعربين هم اللي كانوا في العربية اللي كانت العربية المدنية، ولا دي خطوة بعديها؟ لا، العربية دي بداية. المستعربين دخلوا قبل أثناء الاشتباك. وحصل مشكلة مع الجماعة، لأن المستعربين دول بيبقوا عسكريين أو مخابرات، بيعدوا بطريقة ولأهداف محددة، وأنت صعب أن يكتشفوا داخل المنطقة اللي هم فيها سواء كانت غزة أو غير غزة. هو تقريبا نفس الملامح العربية، نفس اللهجات المحلية، وبيبقوا مكلفين بحاجات أمنية خلف خطوط الخصم أو الآخر. ده كانت من ضمن الخطايا اللي اتكلم فيها نتنياهو. ده اللي قدامنا، ده اللي احنا شفناه. لكن الحقيقة الجانب الآخر، ليبرمان حاول أنه يحقق مكسب باختلافه وما وصل إليه العمليات العسكرية. العمليات العسكرية إذا احنا حطينا في ميزان مين الرابح سياسيا، هم الفلسطينيين، حماس أو المقاومة أو الفلسطينيين في غزة، أشقان الفلسطينيين في غزة هم اللي حققوا انتصار. هذا الكلام يوجع الإسرائيليين خاصة، وبيستفيدوا من كل الأخطاء أو من كل اللي بيحصل. عشان كده ليبرمان قدم استقالته، لأنه وكان في مؤتمر في حزبه لإسرائيل بيتنا، على اعتبار أنه هو شريك في الحكومة، انسحابه ثم انسحاب وزراء الستة هيؤثر على البنيان الهيكلي للوزارة أو للحكومة الإسرائيلية، وفي نفس الوقت بيحقق داخل حزبه مكسب، لأنه أنا في يقين أنه هو بيطمح في أنه يدير الحكومة الإسرائيلية في الفترة القادمة. ده إذا احنا قدرنا نحصر تقريبا سبب الاستقالة الحقيقي والسبب الآخر اللي هو السياسي. بالنسبة لنتنياهو، كان له تصريح بيقول أنه في أوقات الأزمات والطوارئ واتخاذ القرارات الحاسمة المتعلقة بالأمن، هناك أمور لا يعرفها الجمهور ولا يجب أن يعرفوها. كيف ترى تفسير أو تبرير نتنياهو لقبوله بقرار وقف إطلاق النار؟ شوفي، هو دايما رقم واحد في أي دولة، بيكون عنده كم المعلومات مختلفة عن أي حد حتى في نفس الدولة من القادة، من اللي بعديه واللي بعديه. انت عارفة في جانب سياسي، جانب عسكري، جانب أمني، جانب اقتصادي، جانب اجتماعي، دي كلها بتتوقف على رقم واحد. رقم واحد في الغالب هو الوحيد اللي عنده كل المعلومات، وبيعمل لنفسه تقدير موقف، في تقدير موقف على أساس أنه هو يمنح المعلومة لغاية فين، واتجاه القرار أو رؤيته للقرار لغاية فين. الكلام ده بيفسر، لو حللنا مضمونه، بيفسر اختلافه مع ليبرمان.
ليبرمان الحقيقه زي ما احنا قلنا من شويه كان لديه اصرار على تصعيد العمل العسكري، ربما ما لا يعرفه، بس اي حد بيعرف سياسه داخل الحكومه يجب ان يبقى عنده الفهم والوعي. انا بعتقد ان هي كانت اللي قصده نتنياهو ان في عنده صفقه معروضه هو شايف ان هي مربحه للغايه، وان القادم يجب ان نحافظ على الهدوء والاستقرار اللي حاصل في المنطقه على الاقل اللي هي فيها اسرائيل لحد ما تتم هذه الصفقه. وده المقصود بان هو ما عندوش المعلومات الكافيه. بس هل ما يعرفه نتنياهو بالفعل لا يعرفه وزير الدفاع؟ ده ممكن جدا طبعا. انت عارف وزير الدفاع ده قرار عسكري. القرار الاصيل بيبقى القرار السياسي، والقرار العسكري او التحرك العسكري دايما بيجي بامر او بقرار سياسي، والقرار العسكري بيبقى قرار مهما كان استراتيجي فهو تكتيكي مع السياسي. لان انت لما بتاخدي قرار بتحريك جيش معين او شرطه معينه ده بقرار سياسي، انت بتعمليه عشان تحققي هدف اخر مش الهدف العسكري. الهدف العسكري للمؤسسه العسكريه هدف في التحرك، لكن الهدف ده هو جزء من هدف اكبر اللي بيبقى مسؤول عنه وشايفه اكتر هو القرار السياسي، صاحب القرار السياسي. هل نستطيع ان نعتبر التصعيد الاخير في غزه نقطه حاسمه، اي ما قبل التصعيد غير ما بعد التصعيد، سواء من في اتجاه المقاومه نعم. الفلسطينيه او في اتجاه اسرائيل؟ شوفي، اذا كنت تقصد او اذا كنت انا فهمت السؤال بشكل صحيح، ماذا بعد ما حدث؟ بنستشرف في المستقبل او الرؤيه القادمه هتبقى شكلها ايه؟ شوفي، احنا في المنطقه يجب ان احنا ناخد بالنا من بعض المسلمات. اسرائيل النهارده من الصعوبه بمكان، مش هي اسرائيل اللي كانت من 10 سنين او من 20 سنه. النهارده الجيران اللي هي منطقه العرب، المنطقه العربيه، لم تعد هي نفس العرب اللي كانوا موجودين من 10 او 20 سنه. القدرة على التأثير في القرار الغربي وهو الأهم، ولا القرار العالمي، بدليل أن النهاردة مجلس الأمن فشل في استصدار قرار يدين حتى العملية اللي حصلت في غزة. ليه؟ لأن هناك من يعرقل هذا التوجه. إذن قوتك التأثيرية في الفترة دي والفترة القادمة ربما حصل لها نوع من التحجيم الكبير. ليه؟ لأن احنا كان عندنا الأول أزمة واحدة، هي أزمتنا أو ملفنا الأساسي هو ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أو كان العربي الإسرائيلي ثم تقزم إلى العربي الإسرائيلي الفلسطيني، ثم الآن في صراع فلسطيني فلسطيني. ده يجب أن ناخد بالنا أن احنا أصحاب القضية وصلوها إلى حد تقزيم لم تصل إليها من قبل. حاجة تانية، أن يبقى عندك في ملفات تانية، تبقى في عندك العراق في مشكلة، سوريا في مشكلة، اليمن في مشكلة، ليبيا في مشكلة، السودان كل شوية بيدخلوها في مشاكل. يعني بمعنى أن بقى عندك في ملفات أخرى ربما تقترب من أزمتك اللي موجودة في فلسطين. وده الحقيقة ده كان المقصود بإشغال العرب واستنزاف ثرواتهم وقوتهم في هذه القضايا الفرعية، ودي كانت فرصة ذهبية لإسرائيل أنها تعمل على تقوية الذات. ولذلك ما تقولي اللي جاي ايه، اللي جاي ما تقدرش تقولي اللي جاي ايه من غير ما تاخدي بالك من الـ الداخلي بتاعك، الداخلي جدا، اللي هم الفلسطيني الفلسطيني ثم العربي ثم الاقليمي ثم الدولي. الفلسطيني الفلسطيني احنا وصلنا الى مرحلة في منتهى الصعوبة من التشرذم، وبقت المسألة بقى في غزة وبقى في الجانب الاخر، لدرجة ان مصر تدخلت أكتر من مرة. الحقيقة احنا من 2006 لغاية النهاردة مصر لم تدخل جهد لمحاولة التقريب بين الفلسطينيين، لكن للآن لم يحدث، سواء أنهم يستجيبوا لحاجة زي دعوتك للتهدئة وما إلى ذلك. لكن في مجال أنك أنت تدفعي الفلسطينيين جميعا للاصطفاف، دي مسألة لغاية النهاردة صعبة جدا. فعشان تقولي أنا هتفاوض الفترة اللي جاية أو هقبل أو لا أقبل صفقة، مؤكد اللي عمل الصفقة ده عامل تقدير موقف وعارف إن الفلسطينيين في هذه الحالة. دي جزء. الجزء الثاني الإقليمي، إحنا قلنا من شوية عندك مجموعة من الأزمات استهلكت الحقيقة كل القوى الشاملة تقريبا العربية، لم يبقى في سواء دولة رمانة الميزان وهي مصر وربنا يحفظها. على المستوى الإقليمي الأكبر شوية، انت في عندك حاجه احنا اتكلمنا فيها في البرنامج ده اكتر من مره الحقيقه، واضح ان جه اوان ان احنا ناكد مره ثانيه على اللي ما كانش الناس واخده بالها منه او ما كانش في بال الناس. تركيا، انا قلت كتير
ان تركيا لديها اطماع كبيره في المنطقه، وواضح ان في تنسيق ما على مستوى ثنائي او اكثر، على اساس ان يبقى في عندك ثلاث قوى. احنا كنا بنقول قبل كده القوى المتصارعه في المنطقه على قياده المنطقه، تركيا، ايران، اسرائيل، مصر. دخل بعد كده في فتره 2011 السعوديه الحقيقه، على اساس انها كانت هي الاكثر قوه اقتصاديا، وحسبت انها او نحسب ان لديها القدره العسكريه اللازمه. لكن اللي حصل النهارده لما تعملي تقييم، السعوديه الحقيقه استنزفت في الحروب الاخرى، فبقى عندك النهارده اسرائيل، تركيا، ايران. واضح ان الرؤيه الجديده لنظام امن اقليمي يعد ليه من سنوات مش من النهارده، فيه الثلاث قوى كانها هتبقى رؤوس المثلث الامن القومي الاقليمي، بمعنى ان اسرائيل تبقى للقوى العبريه او اليهوديه، تركيا قبل تركيا في ايران للشيعة، وتركيا للإسلام السني. احنا لما كنا بنقول قبل كده الحقيقة انا اخشى من تركيا وطموح تركيا، ما كانش حد متصور هذا الكلام. تركيا لما وننتبه الى حاجة مهمة للغاية حصلت لما ترامب اصدر قرار بتفعيل قانون الكونجرس اللي اتعمل من 95 باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. ده كان قرار في منتهى الخطورة الحقيقة. محدش تقريبا استجاب لهذا القرار بشكل إيجابي مننا كدول عربية أو إسلامية بالشكل الملائم. الدولة الوحيدة اللي عملت مؤتمر للدول الإسلامية هي تركيا بعد 3-4 أيام، أسبوع تقريبا من القرار. والقرارات اللي طلعت من المؤتمر ده كانت محاولة لامتصاص الأثر السلبي اللي عند المسلمين لهذا القرار، ودي كان يجب كنا ننتبه للجزئيه دي. حاجة التانية، تركيا لديها أطماع وطموح، مش هي لوحدها بالمناسبة في المنطقة. احنا لازم ناخد بالنا ان سايكس بيكو، وانا قلت الكلام ده على العشر سنين اللي فاتوا، احنا لسه في العشر سنين، هي عبارة عن العشر سنين اللي سابت سايكس بيكو بالظبط. اللي كان يرث العثمانيين في المنطقة كانت فرنسا وانجلترا، واحنا ما خدناش بالنا وما درسناش في التاريخ ان كانت ثلاثة، ما كانوش اتنين، كانت روسيا. لكن الانجليز وهم اللاعب الاصيل في هذه المنطقه ساعد على ثوره في روسيا امتدت من سنه 6 لغايه سنه 16 ولغايه 17 لحد ما حصل التغيير الكبير وانسحبت روسيا من الحرب العالميه. وكانت روسيا في المباحثات الثلاثيه اللي كانت بينهم الثلاثه، بين روسيا وانجلترا وفرنسا، انها تمتد حدودها الغربيه او نفوذها حتى خربطلي على تقريبا على الحدود مع تركيا عشان تصل الى المياه الدافئه في البوسفور. النهارده لما ده يفسر لك ليه روسيا دخلت سوريا بدعوة طبعا من الحكومة السورية، لكن لأنها أدركت أن هناك تقسيما جديدا يتم في المنطقة. ده كان سؤالي لحضرتك، يعني نتنياهو كان في باريس بيحضر مئوية 100 سنة على الحرب العالمية الأولى. والنهاردة بتقول حضرتك العشر سنين اللي احنا فيهم اللي فاتوا بيشبهوا العشر سنين اللي قبل سايكس بيكو، يعني احنا قد أمام سايكس بيكو جديدة بلاعبين جدد. هل شايف حضرتك أنه الاتجاه فعلا هيتجه اتجاه تنفيذ سايكس بيكو؟ هل الوضع في المنطقة أو تطور الحياة دلوقتي أصبح أيضا بيدي نفس النتيجة زي 100 سنة فاتت، ولا الأوضاع اختلفت؟ ده بيتوقف على حاجتين. بيتوقف، ما أنت عشان تعملي أي حاجة تنفيذ أي قرار متوقف على حاجتين، صاحب الخريطة أو صاحب القرار ومدى قوته وتأثيره على المنطقة، والجانب الآخر قدرة المنطقة على المقاومة. ايه النهارده؟ مين اللي يقدر يقاوم النهارده لو قلتي ان المنطقه العربيه من الماء الى الماء؟ مين اللي يقدر يقاوم النهارده؟ انت ما عندكيش النهارده حد يمتلك الاراده والقدره سوى مصر. الفتره اللي بص على الشرق، بص على الغرب، انت تقريبا حدود امنك القومي قلت الى اقصى الحدود، الى اقصى الحدود. اذا النهارده يحتمل، لكن اذا ولذلك انت المفروض ان احنا الواحد مندهش الحقيقه. هل الدول العربية ليس لديها القدرة على تقدير موقف صحيح للقادم؟ هل الدول العربية مش متوقعة حتى على الأرض؟ ده أمريكا الأول مرة تتكلم في أيام بوش الابن على شرعية الأمر الواقع
وقالت ان هي دي استراتيجيه، هي دي الاستراتيجيه الامريكيه تجاه القضيه الفلسطينيه او صراع العربي الفلسطيني او الاسرائيلي الفلسطيني. قالت شرعيه الامر الواقع لما قالوا للفلسطينيين انتوا بتتفاوض، هنتفاوض على اللي انتوا فيه مش على اللي راح منكم. احنا يجب ان ناخد بالنا من الكلام ده، وكل يوم الحقيقه كل يوم يتضح ان هناك مؤامره كبيره لادخال العرب في دهاليز كبيره تشبه اللي كانت قبل 1917. ولذلك انا بس عاوز ارجع لتركيا اللي اذا كان في لا اتفضل حضرتك. تركيا، بصي على الموقف التركي من نقطتين بعد المؤتمر ده، بعد المؤتمر بتاع القدس. الحاجه الاولانيه لما حاولت انها تروح سواكن، خدوا بالك. الحاجه الثانيه ادارتها بذكاء وبقدره وبقوه شديده وبتركيز لملف مقتل خشاشجي. هذه النقاط ربما البعض بيبص لها بشيء من السطحيه، لا مهم للغايه، وتركيا مصره. طب ايه اهميته بالنسبه لحضرتك؟ يعني الاتجاه الى سواكن. انا في تقديري الاول، انا في تقديري موضوع الخشاشجي هو موضوع تم تدبيره بين المخابرات التركيه والامريكيه، وربما استدرجت فيه بعض الشخصيات السعوديه بلا وعي، وده شغل المخابرات. المخابرات ممكن يجند واحد ويدربه ويوجهه يعمل عمليه دون ان يدري ايه الموضوع. انا في اعتقاد، لان واضح من التسجيلات المسربه والتصريحات اللي كانت بدري من اردوغان ثم تصريحات نائب الرئيس التركي ثم انسحابه من المؤتمر بتاع ايطاليا امبارح، ما تحط الكلام ده جنب بعضه، هناك توجه تركي لدور هم بيرسموا ليه في المنطقه. وواضح ان اللي كان بيتردد من 2002 2003 ان هناك اجتماعات دائمه وتنسيق بين كونداليز رايس واردوغان وهو رئيس وزراء لتركيا، وبين حمد بن جاسم، وكانت اجتماعات كلها تتم في تركيا لعمل خريطه جديده للمنطقه. واضح ان الكلام ده كان كلام مظبوط. واحنا هرجع لنقطه كمان تدعيما اللي احنا بنتكلم فيه، ان مؤتمر الرياض لمكافحه الارهاب وما تبخض عنه من قرارات، انا في يقين ان دي كانت المقدمه لما نحن فيه. ليه؟ لان بشكل عنل وقدام 54 دوله اسلاميه وعربيه بحضور امريكي، انت استبدلت اسرائيل بايران بشكل رسمي في المؤتمر. الجميع اجتمع ليه؟ عشان نوقف ايران عند حدها، عشان ايران هي العدو واسرائيل انتهت. ثم في البيان الختامي يتفق على ان هناك قوى اقليميه جديده في الشرق الاوسط، يعني اصطفاف اسرائيلي عربي ضد ايران. انا شخصيا مش مقتنع بان ايران سوف تنفصل في اصطفافها عن اسرائيل وامريكا، لان ده طبيعي، ده طبيعي، ده التاريخ للي يقرا تاريخ. والان انها تجيلك في الوجه الاخر او في الاتجاه العكسي هو اتجاه مؤقت، بدليل ان اوباما تمكن من توقيع 5+1 مع الفرس، يعني وبعديها حصل اللي حصل دلوقتي، وهيصطف في مرحله اخرى لما تعلن مين بيقود مين. تركيا لديها حلم وبتخطط ليه وبتتآمر بشكل علني مش محتاج تفصيل مع الامريكان. واخشى، ما اخشى ان يبقى الفتره اللي جايه لما تعرض الصفقه يكون في دور لتركيا غير معلوم. شوف اقول لك، هفكر الناس بحاجه، لما ترامب وقع على القرار القدس قال كلمتين بعديها في 5 دقائق يجب ان ننتبه ليهم، قال انا اديت العاصمه لاسرائيل لانها دوله قويه ولانها دوله ديمقراطيه. بمعنى انها دوله قويه يعني بتحمي او لديها القدره على حمايه كل اللي يدخل اسرائيل سواء كان مسيحي او مسلم او يهودي. وديمقراطيه يعني لن تمانع دخول اي حد من هذه الديانات للزياره. طيب النهارده لما تصعد المواقف ضد المملكه العربيه السعوديه اللي هو النهارده اللي حاصل النهارده، وفي موسم الحج اللي فات واللي قبليه واللي قبليه، يحصل تنامي في استعداء العالم من جانب ايران وتركيا وقطر للحج في مكه والمدينه. لما نبص على الكلام ده نحط، لان السنه اللي فاتت ما حجوش لا الاتراك ولا الايرانيين ولا القطريين، وبداوا يتكلموا مع الشعب بتوع افغانستان، الشعب بتوع باكستان، اليمن هي كمان انضمت، يعني في تنامي لرفض
السعودي في الإشراف على مكة والمدينة. أنا بقول كلام ربما يبقى خطير للغاية، لكن هي دي الرؤية اللي أنا شخصيا شايفها. لما يحصل تصعيد قوي جدا على السعودية في هذه الفترة اللي احنا فيها، ولولا أن هناك أثمان تدفع، حط دي مع اللي فاتت، يعني معنى كده إيه؟ معنى كده أنك ممكن توصل للحظة تطلب فيها بعض الدول وعلى رأسها تركيا الحماية على المدن المقدسة. هذا الكلام في منتهى الخطورة، لكن أي حد بيستشرف المستقبل لازم يحط السيناريو ده قدامه. دكتور سعد، لو رجعنا كلام ترامب اللي قلته حضرتك فيما يتعلق بالديمقراطية وبالقوة لإسرائيل، طب ما ممكن برضو رجوعا للمشهد الآن الفلسطيني، ممكن حماس تقول ما احنا وصلنا إلى يعني الحكومة، يعني إلى الحكم بشكل ديمقراطي، واللي احنا شايفينه اليومين دول برضو هو يعني ظهور واضح لقوة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. ده بيتعمل علشان ده على فكرة عز الطلب لإسرائيل اللي بيحصل في غزة هو ما تتمناه إسرائيل وأمريكا وبيدعموه، وما تتمناه إيران وحزب الله. الجميع دول لو خدت بالك، إسرائيل أمريكا حزب الله إيران بيدعموا حماس. لازم ناخد بالنا، يعني بمعنى أن من مصلحتهم أو هم شايفين أن احنا نقوي دي عشان تبقى دي الدولة الفلسطينية. ما هو ده المطلوب. هو المطلوب إيه؟ طب برأيك لماذا سمحت إسرائيل أو نتنياهو تحديدا بدخول المساعدات المالية القطرية، الأموال القطرية إلى قطاع غزة؟ لأنها كانت تعلم أن هذه الرواتب لفئة دون أخرى. ال 15 مليون بالمناسبة لفئة دون أخرى، ومعنى أنك أنت تبقى في دولة أو في آسف في منطقة أو في مدينة مغلقة وفي ظروف أمنيا واقتصاديا واجتماعيا دون المستوى، وتدخلي المجموعة 15 مليون دولار دون باقي المجموعات، ده هيعمل شقاق داخل، وده اللي حصل. ده اللي حصل. فوعدت قطر انها تكمل. فاسرائيل اسرائيل في فرق. شوفي، نتمنى ان احنا، وده مش عيب ان احنا نقول الكلام، ان احنا نتعلم من كل حد بيعمل خطوات بيدرسها. الناس دي بتدرس بتعمل ايه؟ بس هي ما درستش العمليه الاخيره دكتور سعد، العمليه التصعيد الاخير اللي حصل في غزه والعمليه اللي عملوها في قطاع غزه. شوف، لم تكن ايضا مدروسه بشكل كبير، وبالتالي ادت الى فعلا فضيحه سياسيه عنده. لا، شوف هقول لك على حاجه. هو نتنياهو وافق على ان يبقى في رد، في صاروخ انضرب على عربيه عسكريه او ميكروباص عسكري جت في جندي، فالرد بالنسبه له كان في عمليه عسكريه على اماكن منطقه منها القناة بتاعة الأقصى، مكانين أو ثلاثة هينضربوا، وكان ده الرد. ده مش بداية ده البداية، وكان ده المفروض. ومشي نتنياهو، راح الزيارة على أن هي ضربة عسكرية مش زي الرصاص المصبوب ولا ال 2014. لا، العربية اللي دخل تسللت ليلا لم تكن عربية عسكرية، كانت عربية مدنية، يعني أو بها ناس في زي مدني، ليس في زي عسكري. دول مستعربين. دول المستعربين. نعم. كان المفروض أن الضربة هتبقى ضربات محددة لأماكن محددة. نتنياهو مش على هذا الأساس. ليبرمان كان عاوز يصعد الموقف، يعني تبقى كأنها ضربة شبيهة بالرصاص المصبوب اللي تقريبا أتت على البنية الأساسية وحصدت كتير من قادة حماس. لكن مش من مصلحة إسرائيل ان قادة حماس يقتلوا الان، ولا من مصلحة اسرائيل ان كل ده ضد، مع المصلحة الاسرائيلية لكن ضد المصلحة الفلسطينية. انت طالما انك انت بتحمي قادة منظمة قدامك الناحية التانية، وانت داخل على حل الشهر الجاي، وهذه المنظمة تريد الاستقلال بغزة كدولة، اذا هم دول اللي انا هتفاوض معهم، مش هتفاوض معهم، هم دول اللي حصل معهم الاتفاق. انا بستنتج كده، مفيش استنتاج تاني. تحدثت عن موقف عربي غير قوي، غير سوي الحقيقة، يعني في وقت نقل السفارة الأمريكية للقدس أو إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، لكن هو واقعي. هذا إمكانياتك. لا تستطيع. النهاردة سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها في الجامعة العربية طالب يعني أو أعلن أنه تقرر عقد اجتماع غدا في الجامعة العربية على مستوى المندوبين بكرة الخميس إن شاء الله بناء على طلب فلسطين. وقال نصا يعني أنه يأمل أنه يصدر عن الاجتماع قرارات عملية ترتقي إلى مستوى هذا العضوان. إلى أي ممكن، يعني إلى أي مدى يمكن يعني تنفيذ هذا التصريح؟ شوفي، احنا مش عاوزين نغسل ايدينا الحقيقه من الجامعه الدول العربيه.
لأن هي جامعة الدول العربية هي بتعكس جملة الإيرادات العربية، وطالما أن الإيرادات العربية كلها إما مجهدة في غالبها، إما مجهدة أو مسلمة هناك على بعد آلاف الأميال في الغرب، فلا تنتظر من جامعة الدول العربية قرار يصل إلى حد أنه هو يبقى موقف وموقف مؤثر. المهم مش تاخدي قرار، المهم يبقى قرارك مؤثر. مين النهاردة؟ أنت عندك بص الأسبوع اللي فات إسرائيل كانت تقريبا كلها في دول الخليج، حد في البحرين، حد في الإمارات، حد في عمان، رئيس الوزراء كان في عمان. يعني وأنا مش ضد مش ضد إرادات الدول، كل دولة حرة في إرادتها، ولكن هناك إرادة عربية حصل فيها نوع من الإزابة والتسلل لكل إرادة وبتجهد هذه الإرادات. طب أنت تعمل إيه في جامعة الدول العربية؟ إيه المتصور غير أنك أنت ترجع للي كان من 60 سنة تشجبه وترفضي؟ ما هو ايه اللي عملتيه في اتجاه القوى العربيه المشتركه اللي هو الفعل ده؟ الفعل بقى مش المفعول بقى، ده الفعل. ايه اللي عملتيه في ترجعي تعيد تاني اللحمه للدول اللي كانت اساس للامن القومي العربي؟ ايه اللي عملته تاني الدول العربيه لاعاده تسليم مصر كقاطره للامن القومي العربي؟ الكلام محتاج العقل الجمعي العربي ليس في مكانه، الاراده العربيه ليست الآن متوفرة، فلا تنتظر الكثير لا من جامعة الدول العربية ولا من مجلس ولا من أي تجمع عربي حتى لو كان مجلس التعاون العربي الخليجي. روسيا لها موقف في هذا الوضع، وطبعا هي رحبت بوقف اطلاق النار. نعم. واعلنت انه وصل الى المنطقه جيمي ماك جولدريك نائب منسق الامم المتحده للسلام نيكولاي ملادينوف الى المنطقه لبعض يعني المناقشات والمفاوضات. نعم. برايك ما الموقف، يعني ما التاثير الروسي الان؟ شوف، روسيا بتعيد بناء قدم ثقيلة لها أو قاعدة ثقيلة لها في المنطقة، وأنا قلت من شوية إنها انتبهت من 2011 من بداية الربيع العربي واللي حصل من إزابة وسرقة للحضارة وهدم لملامح الهوية العربية واللي حصل ده، انتبهت لروسيا، ولذلك روسيا عملت لنفسها قاعدة مهمة جدا في سوريا، وبدأت النهاردة روسيا ترجع تاني تستعيد قدرتها وقوتها في المنطقة، ومش هتسمح بأن حد ينتزع منها هذا الدور الجديد القديم المستدعى. مش حد، فروسيا الحقيقة موجودة. النهاردة روسيا كانت حاضرة بقوة برئيس الوزراء في مؤتمر إيطاليا من يومين، كانوا حاضرين اللي بيحصل في سوريا. لا تسمح سوري روسيا بأن حد يؤثر على السيناريو اللي هي حطاه في الحقيقة. روسيا، شوفي روسيا، لكن احنا بقى المشكلة مش في روسيا، والمشكلة مش في الامريكان، المشكلة فيكي انتي. ايه اللي انتي امتى هتفضلي مفعول به؟ امتى هنصحى رغم ان احنا نمتلك القدرة؟ طب انا يعني هرجع تاني لموضوع روسيا، اسمح لي دكتور سعد، وعايزة اعرف يعني موقع روسيا الان في اللي قلته حضرتك فيما يتعلق بين علامتين تنصيص، يعني نعم. ساكس بيكو الجديده. نعم. تركيا واسرائيل وايران كثلاث قوى متزعمه في المنطقه. نعم. هل روسيا ايضا ترحب بهذا التقسيم؟ شوفي، كل دوله من الدول الكبرى سواء كانت امريكا التي تدير مرحله السقوط الان في هذه الفتره، او روسيا اللي عارفه ان هي جايه خلال من 10 الى 20 سنه، أو حتى الصين اللي قاعدة متنمرة ومش هتسيب الموقف يمر بهدوء، كل ده بيبص من خلال مصلحته. مصلحته فين؟ النهاردة روسيا ليس لديها من الإمكانيات العسكرية لوحدها أنها تقف ضد الأمريكان. أمريكا رقم واحد وهتفضل رقم واحد لفترة، لا عسكريا ولا اقتصاديا الحقيقة محدش يقدر في الوقت اللي احنا فيه، إلا إذا حصل أزمة معينة أو كارثة معينة بقت الصين مع روسيا الاتنين مع بعض، أعتقد أن هيبقى فيه كلام تاني. فروسيا النهاردة ما تقدرش يبقى فيه حالة من الصدام المباشر مع الأمريكان في منطقة الشرق الأوسط. وعشان يحصل الصدام ده في يوم من الأيام يلزم خطوات بتبقى قبل كده، أنك تبقى لك قواعد موجودة، أنك يبقى لك قوة عسكرية قادرة على الأقل على صد أي هجوم، مش الهجوم، صد أي هجوم. ده بيحصل النهاردة، زائد أنها روسيا بدأت ترجع تاني. أنت علاقتك النهاردة بروسيا كويسة جدا،
من 73 كانت العلاقات بعد الحرب كانت العلاقات سيئة، رجعت بقى في علاقات مع حتى مع السعودية، الملك السعودي زار والولي العهد زار روسيا، وفي في ترتيبات. ليه؟ لأن الكل بيبحث عن بعين صقر إلى المنطقة، المنطقة داخلة في الفترة اللي جاية، واللي عنده رؤية مختلفة عن كده بقى في حاجة غلط. أنت داخلة تاني في سايكس بيكو، لكن هي القضية إيه؟ سايكس بيكو كانت فرنسا انجلترا وروسيا، وروسيا بتحاول ترجع تاني، لكن النهاردة أنت عندك قوة إقليمية طامحة أو طامعة. طب أين مصر من هذا الوضع؟ يعني هل مصر أيضا تقبل بوجود هذه القوى الثلاث كقوة متزعمة في المنطقة؟ أين لا محل؟ طبعا، وده سؤال مهم جدا. مصر واقفة الحقيقة، أنت خدي بالك لغاية 2011 وبعدها بثلاث أربع سنين مصر كانت منهكة عسكريا اقتصاديا أمنيا، كل حاجة عندك الحقيقة حصل، لأن قبل 2011 كان في نوع من الترهل في الدولة. انت بعد كده اللي حصل الفتره اللي فاتت انك انت متنتي اركان الدوله، متنتي او مكنتي اعمده الدوله العسكريه الاقتصاديه السياسيه، شغاله كويس جدا دلوقتي، وده المهم. المهم انك انت يبقى عندك القدره على الاقل الفتره الاولى انك تقاومي اي حد بيحاول ان هو يكسرك، وده اللي حصل في الفتره اللي فاتت. الشغل اللي جاي الفتره اللي جايه هو شغل سياسي، هو مش كان صفقة القرن أعلنت من كم شهر وجه المستشار الأمن القومي أو المستشار الأمن الشخصي لترامب اللي هو جوز بنته كوشنير، ولف في المنطقة لعرض الصفقة، مصر اللي رفضت الصفقة، قالوا بنص صريح أن عباس رفض، وده يعني له جزء في التقييم قليل، لكن مصر اللي وقفت في الكلام. مصر السعودية قابلت، الأردن قابلت وحصل بعد مشكلة، لأن الأول رفضت عملوا لها مظاهرات، يعني قالت ممكن نتفاهم نتكلم، يعني مصر اللي وقفت، وقف مصر ضد صفقة القرن، وقف مصر لتركيا في سواء في سوريا لأن مصر ما سابتش سوريا، أو في ليبيا، ده موضوعات مهمة للغاية. أنت بتحاولي أنك تعطلي اللي قدامك، لكن عشان تدخلي في اشتباك مباشر لا طبعا، النهاردة انت ما عندكش الامكانية دي، ومش مطلوب ان انت تستدرجي لأي حاجة تنهكك مرة تانية. كل ما كان عندك القدرة بتحتفظي بيها وبتتنامى ده جيد، بس في نفس الوقت انت لازم عندك وعي بحدود الحركة عندك، ما تقدريش تخشي. انت صحيح النهاردة عندك أسلحة تستطيعي وجندي تستطيع بيه انك انت تحافظي على امنك القومي، مش في حدودك بس الجغرافية، لا في ابعد بكتير من حدودك الجغرافيه، تحمي حقول البترول الغاز في البحر المتوسط، تحمي باب المندب وامنك القومي في الجنوب، يعني تقدري تعملي الكلام ده. لكن عشان تطلعي في مغامره اكبر من كده، انا اعتقد ان احنا يعني الرئيس بيفكر بصبر وبحكمه شديده في هذا الاتجاه. هل ممكن ان نعترف او العالم يعترف ان المقاومة الفلسطينية يعني فاجأت العالم بقوتها العسكرية في الميدان، ولا ده ممكن يفسر يعني هذا التصعيد له تفسير آخر عند الغرب؟ قبل كده أنا عاوز أقولك على حاجة تدهشك وهي قدامنا. إسرائيل تبتدي كمنظمة إرهابية وتنتهي بدولة، وانتي تبتدي بدولة كبيرة تنتهي بمنظمة بتنعت الآن بأنها أو بتوصف بأنها منظمة إرهابية. أنت دي اللي هي دولة أنت شوفي أنا الأولانية أنك تبدأي بمنظمة يهودية، منظمة اليهودية دي كانت منظمة إرهابية الهجانة وغيره وغيره، تنتهي بدولة. أيوة. وأنت العكس كنت دولة فلسطين تنتهي بك المقام الآن لأنك أنت منظمة متهمة بأنك منظمة إرهابية. شوفي بس هي متهمه من الغرب بانها منظمه ارهابيه، والغرب هو ما انت ما بتيجي تحط في الميزان، كل الدول لها تاثير طبعا، لكن انت مين اللي يمتلك القدره على الفعل؟ هم الغرب على الاقل، الدول الخمس اللي دائمه العضويه على الاقل، منهم طبعا بتطلعي روسيا، لكن انت النهارده تفضل. ما هو اللي بتقوله حضرتك، الى متى سيظل العرب مفعول بهم وليسوا فاعلين؟ نتمنى وبندعو ربنا إن العرب يقعدوا تاني زي زمان بقيادتهم اللي موجودة، ويتعمل تقدير موقف حقيقي. تقدير الموقف يعني إيه؟ يعني تدرسي أنت إيه التحديات والتهديدات اللي عندك، تدرسي إيه مناط القوة الشاملة اللي موجودة عندك،
أنا متأكد أنك أنت لو حطيت الاثنين في الميزان أنت تمتلكي قدرات وقوة شاملة أكبر بكتير من أي عدو تاني في المنطقة. أن لكن الغالب يتم الصلح الفلسطيني لاستغلال هذه المخدرات مش لوحده شوفي. لصالح القضية الفلسطينية أيضا. رغم الصلح مهم للغاية لكن هي خطوة الخطوات الأهم أن العرب ينتبهوا أن مش فلسطين بس، إذا كان عندنا ملف واحد فلسطيني فإحنا في دول تانية مرشحة كل أسف إذا فضلنا مفرطين في إرادتنا ونسلم ثرواتنا. جزيل الشكر لحضرتك دكتور سعد الزنط، مدير مركز أو رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال. أهلا بك. جزيل الشكر أيضا لكم مشاهدينا الكرام على هذه المتابعة، غدا بإذن الله لقاء جديد ومشهد جديد.